السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا. اليوم ندير لكم الفقيقسات. نبدأ بسم الله على المقادير. عندي هنا يا جوج خمارات حمرين، ما غاديش ندير جوج كاملين، ندير غير واحدة ونص. عندي كاس الزيت بالعبار ديال العنبة، كاس سنيدة، شوية ديال الزنجلان، وشوية ديال اللوز مهرمش، كاس ديال الحليب معمر، جوج ديال البيضات، جوج ديال الفانيي، وهاد الزنجلان للتزيين، والفرصة على حسب الخليط. وهاد القريش لا درا ساهلين بدون الزبدة، ما فيهمش الزبدة. بسم الله. ندير كلشي بطرة واحدة ونخلط. سنيدة، جوج ديال البيضات، غنزيد الحليب. طريقة سهلة للمبتدئات. الزنجلان، تقدروا تزيدوا النافع، حبة حلاوة ولا بغيتو. انا درت غير الفاني، نسمتهم بالفاني والزنجلان وداك شويه ديال اللوز. المهم كيبقى الاختيار، بغيتو ديروا فيهم النفع رتب النفع، كيجيو زوينين. وهاد الطريقه زعما حتى الطريقه سهله. ونخلط كلشي. نبدا نزيد الفرص شويه بشويه. انا راه ديما الملحه كنديرها كما كنقول لكم، راه ضروري الملحه، كديروا الملحه وداك الكاس ديال السنيده يلا كتقد الحلاوه، ولا درتو السكر بوحدو ولا ديك الحلاوه ما كتبانش. هاد الزنجلان باش نزين هاد الفقس، هذا الفقيقس الصغار. ثم ديروا الفرصة على حسب الخليط، ديروا شويه بشويه حتى تحصلوا على ديك العجينه اللي بغيتو. المهم عينكم ميزانكم. وهاد الحلويات اللي عطيتكم راه ساهلين واقتصاديين. وغنزيد جوج خمارات حمرين، ندير وحده ونص. درت وحدة، غندير شوية في الأخرى، غير شوية صافي. حتى نجمعها ونتلاقاو إن شاء الله. هي العجينة تجمعات، كتجي بحال هكا، كتجي بحال هكا رطبة.
وندير هكا نحرب لها بحال هكا. بغيتوهم صغيورين رقيقين نحرب لهم مزيان، بغيتوهم عاديين مهم هكا. وتهزوا هاد الجنجلان ديروا ليه بحال هكا، المهم ولا بغيتو نتوما تحرب لهم في الزنجلان مزيان، ما بغيتوش كيبقى الاختيار ديالكم. وكتحيدوه حتى تتقدوهم صافي. ونستمر بهذه الطريقه تنساليهم هكا ونرجع معكم ملي غنقطعوهم. ما حربلتهم ودرت لهم الزنجلان، درت النص بالزنجلان والنص خليتهم عاديين، وغنقسمهم بحال هكا. هما ساهلين اقتصاديين. عافيت نفخو مازال، قطعوهم غير رقاق والمقادير راه بساط. صافي يبان ليكم مزيان ونحط هنايا، وملي ديروهم في الفران مره مره حركوهم باش يتحمروا في بجوج جهات. وهاد القريشات راه ساهلين وبنان. ولا بغيتو تحطوهم في الثلاجة حتى يتجمعوا حطوهم، انا راه غير ساهلين ليا بهكا. نقطع معاكم مازال هادي باش ما يجيكم الفيديو طويل، ونحبس تنسالي ان شاء الله ونرجع معاكم. حتى نسالي ونتلاقاو ان شاء الله. ها هما الفقيقسات ديالي، هما قطعتهم هادو ديال الزنجلان، هادو العاديين ندخلهم دابا للفران يطيبو ونتلاقاو ان شاء الله. ها هما الفقيقسات ديالنا خرجتهم من الفران، اش غنقول لكم على الريحه فيهم، رطبين زوينين. هادو ما درتش لهم الزنجلان، ما فنتهم الزنجلان، هادو اللي فنت في الزنجلان ها هما، وهادو ها هما. وكنتمنى يعجبكم ومبروك عواشركم، والسلام عليكم طرق صفاخره ان شاء الله.